أهلا بيكم. برنامج ريفيت برنامج مخصص للديزاين والديكومنتيشن، التصميم وتخريج المعلومات الخاصة بكل مشروع، وده عن طريق إن هو بيدعم الديزاين سواء 2 dimension أو 3 dimension، وأيضا الجداول اللي بيكون فيها المعلومات الخاصة بالمشروع اللي بنعمل ليه تصميم، زي مثلا الكتل الخاصة بالأرضيات، زي مناطق الكولينج، معدات الكهرباء، لوح التوزيع، المكن، معدلات التدفق في الحيزات المختلفة، ونقدر نعرف منها إذا كان الديزاين اللي احنا عملناه مناسب ولا محتاجين إن احنا نزود الحمل شوية. وأيضا تخريج المعلومات دي أو المشروع الخاص بينا في شيتس. وبتوفير الريفت الحاجات دي بيقدر إن هو يشارك في البيم، عشان كده الريفت يعتبر من أقوى البرامج الخاصة بالبيم، البيلدينج انفورميشن موديلينج. فكرة البيم بتقوم على استخدام برامج الرسم ثلاثية الأبعاد اللي بتساعد في عمل النماذج والتعديل عليها والتنسيق ومشاركة المعلومات خلال عملية التصميم، واللي معظم شركات البناء والتشييد بتستخدمها عشان بتخلي عملية التصميم أكثر احترافية. ولأن البيم بتقدر من خلاله تعمل تحليل أداء للمباني، يعني تعمل للمبنى اختبار وتحليل وبتحسن التصميم بتاعه، فالبيم بيعتبر ليه أهمية في تصميم المباني اللي بتقوم فكرتها على الطاقة المستدامة. وفي خلال عملنا بنحاول بقدر الإمكان إننا نخلي النماذج اللي بيتم تصميمها قريبة من الحقيقة، وكل ما عرفنا إزاي نوصل لكده كل ما قدرنا نعمل مبنى كفاءته عالية. وأثناء التصميم برضو بنحاول بقدر الإمكان إننا نخلي النموذج مفيد لينا عن طريق تخمين ملاحظات وأبعاد هتحصل بعد كده، عشان نقدر إما نستفيد منها أو نتفادى اللي هيحصل بعد كده لو كان تأثيره سيء على المبنى، أو نفهم حاجات حصلت قبل كده. والملاحظات والأبعاد دي غالبا بتكون تأثير على المبنى من البيئة المحيطة، أو تأثير المبنى على البيئة، أو أبعاد أخرى هذكرها بعد كده. أساس البيم المعلومات المتخزنة في النموذج، كل البيانات سواء كانت متخزنة أو مرجعية تعتبر جزء مهم من النموذج. المعلومة دي بتكون عبارة عن شكل ومخطط المشروع، الخصائص الفيزيائية للمواد زي حوائط الإنشاء، الخصائص الحرارية ليها، خصائص الإزهار، وأيضا نوع الحيزات بالمبنى وجداول التشغيل لكل جزء في المبنى، وفي مدخلات أخرى وبتكون أيضا جزء من النموذج زي موقع المبنى، ملفات الطقس اللي بتحتوي على خصائص البيئة المحيطة من درجة حرارة ومسار أشعة الشمس وأيضا مسارات الرياح. وعن طريق استخدامنا للمعلومات ومحركات التحليل نقدر نعمل محاكاة لأشياء زي تحجيم أنظمة التهوية والتكييف، استخدام الطاقة، استخدام المياه، الستائر اللي بتحمي من أشعة الشمس، مستويات الإنارة. يعني ساعتها نقدر نحدد قرارات في التصميم عشان نعرف الكفاءة المتوقعة دي، عشان ساعتها هيكون عندنا معلومات عن تحليل المبنى وجداول وخرائط وبيانات للاستخدام الخاص بأنظمة التبريد والتسخين واستخدام الطاقة والإنارة وغيره. الريفت برنامج بيتميز إن سرعة استجابته عالية، يعني لو حصل تغيير في شيء بيسمع على طول في نفس اللحظة. هنا مثلا السكشن ده اللي هو ده، لو عكست جاست بس اتجاهه اتغير تماما المقطع، رجعه تاني. طب لو حركته جاب لي أشياء أخرى، أو إذا تم تغيير نوع من أنواع الأيتم اللي أنا بستخدمها في الديزاين بتاعي، وكنت مثلا عاملة سكادول مثال هنا بالرشاشات،
بالأنواع اللي موجودة، النوع ظاهر عندي، لو قررت إن أنا أغير النوع واختار نوع مختلف جاست عشان أعرفكم إن هو سريع الاستجابة، ورحت بصيت على السكاجول هلاقي إن هو في لحظتها كتب لي النوع الجديد. يعني باختصار الريفيت برنامج بتقدر تعمل ديزاين 2 دايمنشن و 3 دايمنشن، برنامج بيشارك في البيم بقوة لأنه بيعمل تنسيق بين المجالات المختلفة كهرباء ميكانيكا وغيرهم عن طريق انك جاست تعمل ديزاين لشيء فيه او تعمل انسيرت الفاميلي، بتدخل معلومات تقدر تستدعيها في اي وقت، تقدر تغير الايتم في لحظتها وهيسمع في المساقط الاخرى، تقدر تعمل مقطع وتطلع المقطع على طول تظبطه او تغيره، لو حصل تغيير هيسمع في الجداول او الشيتس او المساقط الاخرى لو كنت ذاكر الايتم اللي انت غيرته فيهم، تقدر تعمل فيز على مراحل الانشاء، وكل معلومة بتدخلها بتكون موجودة تقدر تستدعيها في اي لحظة وبمنتهى السهولة. ده غير طبعا البرزنتيشن القوي بتاعه في الاظهار والكوردينيشن اللي بيحصل في الورك شيرينج لما فريق عمل بيشترك في الشبكة ويشتغل على نفس المشروع ويقسم كل واحد الورك سيت الخاصة بيه. ده غير ان الريفيت سهل الاستخدام جدا، واوتوديسك تحديثات اللي بتكون موجودة للبرامج بيكون معظم تركيزها على برنامج الريفيت.